اوكي، يعطيكم الف عافيه كمان مره. في لقائنا الثاني بخصوص مصطلح الايمج بروسينج راح نكمل اللي كنا نشرح فيه قبل اخر شيء وصلنا عن التايبس اوف سيجنلز، وهسه راح نحكي عن السامبلينج اند كوانتايزيشن. مثل ما حكينا قبل، احنا بنعبر عن الايمج كالصوره عباره عن نقاط، كل نقطه لها قيمه معينه بنسميها البكسل. حكينا لنفرض انها عباره عن كولومز اند روز، فهي بتشكل الماتريكس، تمام هيك. لنفرض احنا حكينا عندنا الجري سكيل، فاحنا عندنا من 0 ل 255 ليفل، اذا كانت بلاك اند وايت بتصير عندنا 0 اند 1، واذا حكينا كان عندنا ريد جرين بلو اللي هي نظام الكالرد ايمج، فبنعبر عنها بثلاث قيم، قيمه للريد وقيمه للجرين وقيمه للبلو. فعليا مثل ما حكينا انه الايمج عندنا تتمثل على شكل مربع من المربعات، لكن الصوره اللي احنا بنشوفها فعليا بعيوننا مش مربعات، الصوره بتكون واضحه بشكل تام، يعني مش مربعات وبيكسلز. بس لما بنيجي نمثلها احنا مضطرين جدا انه لازم نعملها على شكل بيكسل. البيكسلز اللي هي بتصورها الكاميرا، او مثلا احنا ممكن نرسمها عن طريق الفوتوشوب او ادوات الرسم وغيرها، لكن الصورة فعلياً مثلاً نفرض إنه عنا الكاميرا، مثلاً الكاميرا مش مثل العين، ما بتأخذ إشعاعات عادية، يعني ما بتأخذ كالعين تستقبلها وبتحول الإشعاعات عن طريق العدسة وبتوديها للدماغ يعملها بروسينج، لا. فإحنا عبارة عن سنسر. السنسر هذا بيدخل الإنرجي، عندك عنا الباور إن بيشوف شو هي الماتيريال التكستشر تاعتها وبيحولها للصورة. اوكي تمام. هسا شغله مهمه كثير لازم نركز عليها اللي هي عمليه السامبلينج، اللي هي عدد المربعات اللي احنا بدنا نعمل الصوره فيها بيعطيني دقه مختلفه. يعني مثلا انا هاي الصوره قررت اني اخذ مربعات نوعا ما كبيره، مثلا هيك، هني هذول المربعات اللي مقسمات حسب الرسمه، وقررت بدي احولها لديجيتال فوتو، تمام. فلما انا جيت احولها فعليا هاي المربعات كلياتها، بنلاحظ انه مثلا هذا المربع ما كان كامل نصه، فتقريبا محيناه صار هذا المربع ابيض. بس بنلاحظ من هذا الشكل بنسمي الصوره بيكسلايزد، يعني الصوره مبكسله. شو يعني كلمه مبكسله؟ انها الصوره مبينه على شكل مربعات. طبعا اذا واحد مثلا شاف صورته وهي صورته مبينه على شكل مربعات مش راح يستلطفها، مش راح يشوفها حلوة إنه يطبعها. وين هاي بتصير؟ البيكسلايزد أكثر إشي بتصير لما يكون مثلا أنا ماخذ صورة معينة. لنفرض أنا عندي صورة، مثلا أنا عندي الكاميرا تاعتي فيها 16 ميجا بيكسل، لنفرض أنا عندي تعطي صور مربعة، طبعا كلمة ميجا يعني مليون، فعندي مثلا تعطيني 4 ميجا في 4 ميجا لنفرض. هسا انا جيت اطبع هاي الصوره وقررت اعملها بوستر مثلا 5 متر ب 5 متر، بنلاحظ في هيك حاله انه الصوره راح تطلع كثير كبيره، بالتالي ال 4 ميجا مش راح يكفوها. شو يعني مش راح يكفوها؟ يعني انه الصوره راح تظهر على شكل مربعات مثل ما صار معي هون. بس هل هاي الشغله لها حسابات؟ لها حسابات، وراح نحسبها كمان شوي. فاحنا بنحكيها دوتس بير انش، طبعا هون عدد دوتس بير انش. فجبنا مثلا احنا هون صوره لنفرض مثلا 1024 بكسل، 512، 256، 128، 64 و32. تمام، فجبنا عدة صور، الأولى 1024 بكسل مثلا، الثانية 512، 256، 128، 64 و32. رحت جيت مثلا اعطيتهم كلياتهم نفس الحجم، باللحظة الأولى مثلا لنفرض إنها كانت طبيعية تقريبا، الثانية بلاحظ بلشت تغبش، الثالثة، الرابعة بلاحظ هون إنها بلشت تعطيني البكسلز كأنهن واضحات، كأنه البكسلز واضحات على شكل مربعات، بقدر ألاحظها بكثير مناطق اللي هي هون هون هون،
كل الأطراف تقريبا، وحتى أي إشي فيه تفاصيل فلاحظ إنه بلشت عملية البيكسلايزيشن توضح. شو يعني كلمة تفاصيل؟ اللي هي الحدود. شو يعني حدود؟ مثلا عندي أنا هنا اللون الأسود وعندي هنا اللون الأبيض، بنفرض إنه نفس اللون، بلاحظ إنه على الأطراف، هاي الأطراف بسميها أنا تفاصيل، تفاصيل الصورة. فأنا بلاحظ الأطراف كلها صارت تعطي عملية بيكسلايزيشن كأنها مبكسل الصورة. هنا صار عملية البكسلة واضحة أكثر، وهنا كأنه فعلا كل واحد مربع، وبقدر أنا أميز المربع هون بعيني، هذا مربع هذا مربع هذا مربع إلى آخره. تمام. هسا كيف مثلا ممكن احنا نعرف شو الدقة المطلوبة؟ مثلا فعليا ممكن احنا نحسب الدوتس بير انش. يعني انا مثلا عندي 5 متر، بحول ال 5 متر لنفرض، لنفرض طبعا بنحول المتر لانش، لنفرض طلع معي مثلا 500 مثلا على سبيل المثال، هو حيطلع اكثر اقل بشوي بحدود 200 مثلا، بس انا بحكي مثال، مثلا نفرض عندي طلع 500 انش. ال 500 انش بقسم عدد البكسلز بالطول عليهم، يعني مثلا انا عندي بالطول مثلا طلع معي هذيك المره 4 مليون، بقسمهم على 500. لازم انا يطلع عندي مثلا مثلا الدوتس بير انش اكبر من 150 ممكن مثلا، طبعا هذا بصير مقياس بين الواحد والثاني، ممكن مثلا انا احكي 100 بكفه، ممكن حد يحكي 90، فهو هذا قابل للجدل حسب كل واحد وشو شايف انه الدوتس بير انش احسن. تمام. فهنا كل ما كان عندي number of bits number of intensity levels، اثنين قوة الإشي طبعا بيطلع عندي، يعني عدد البيتس بيعطيني levels أكثر بالصورة. يعني لنفرض أنا بحكي عن لون مثلا، أنا بالعادي باخذ الجري سكيل 8 بت، بس لنفرض مثلا واحد قرر ياخذه مثلا 12 بت على سبيل المثال أو 16 بت، فهو رح يطلع عنده 2 قوة 16 لون، بالتالي دائرة الألوان عندي بتوسع أكثر. لنفرض أنا أخذت بس 2، يعني بس طولي بس 2 كعدد ليفلز، فأنا بطلع عندي 2 قوة 2، بطلع عندي 4 ليفلز، يعني بالتالي فيش عندي إلا أسود أبيض وعندي لونين 2 بالنص. بس هذا مش كافي للتعبير مثلا عن الجري برأيي، بحكي مثلا في أسود في رمادي مايل للغماق أكثر مثلا. تمام. رح نلاحظ هذا الإشي بالصورة هاي. لنفرض حسب بلشنا احنا هون ب 256 درجة من الألوان، بنلاحظ إنه الصورة طبيعية واضحة فيهاش أي مشاكل. برجي للي درجة أقل منها مثلا 128، تمام فيش مشاكل. اللي بعدها تمام. هون ببلش ألاحظ إنه صارت تظهر لي خطوط مثل هاي اللي هون، بلاحظ انه هاي المناطق صارت تظهر. طب خلني ارجع على الصوره اللي قبلها مشان اشوف، بلاحظ انه هون لساتها فاهيه، هون مش موجوده اصلا، هون بلاحظ المناطق انها صارت اوضح، بالتالي لما انزل بلاحظ انه المناطق هاي صارت اوضح اكثر واكثر. وهي العمليه اللي احنا بنسميها فولس كونتورينج. فولس كونتورينج عمليه انه لما نقلل عدد الليفلز من الالوان بتصير عدد الألوان في الصورة أقل، بالتالي بتصير تعطيني درجات الألوان في الصورة بتكون أقل، بتصير تعطيني زي false contouring، زي يعني مناطق مفصولة عن مناطق، مع إنها لو إني زدت عدد درجات الألوان بيكونش هذا الحكي موجود. هون مثلا بلاحظ صار عندي بس لونين لما قللت عدد الليفلز، وهنا كل منطقة هي اختفت مع إنه كان في عندي تفاصيل أكثر ممكن تتوضح مثلا بالصورة هاي، بلاحظ انه كلياتها راحت، ولما صار عندي بلاك اند وايت كانه فيش تفاصيل الا بس خطوط سوداء حوالين الجمجمه. ف هاو ماتش از انف، يعني انا لازم احاول اعمل مساواه بحيث انه يكون عندي مثلا عدد الالوان منيح كافي، ولازم كمان اطلع من ناحيه الذاكره انه مش رح تاخذ مني مساحه كثيره، لانه كمان بدي اطلع انه لما بدي اصور صوره معناته حتاخذ مني مساحه كبيره، معناته بدي ذاكره ضخمه توسع كل هالصور.
فلازم أعمل أحاول أعمل موازنة بين الجهتين. طبعاً هون عندي intensity level of resolution، بحكي إنه مثلاً أنا عندي هاي الصورة فيها فراغ، عندي أنا هاي الصورة هون فيها فراغ، مثلاً هاي الصورة هون في فراغ، بلاحظ إنه من هون بحتاج في تفاصيل، هون في تفاصيل، بس المنطقة هاي كلها فراغ، هاي المنطقة اللي هون السوداء كلها فراغ، وهكذا. فأنا مثلاً لما أخذت هذول الثلاث صور، مثلاً جيت أحاول أعمل مثلاً non-uniform sampling، يعني مثلاً أنا أخذ هنا بيكسل كبير مثلاً هالكدة، أو هنا بيكسل كبير هالكدة، وهنا أخذ بيكسلات صغار، هاي بسموها non-uniform sampling. طبعاً هذا موضوع معقد كثير، مش رح نخوض فيه يعني خلال الكورس بشكل كامل، ولا بتهيأ لكم رح تأخذوه. فبدي احاول بدي احاول اوازن كمان، بس كمعلومه بسيطه احاول اوازن انه بالصور اللي مثل هيك، مثل هاي الصوره، صوره المشجعين ملاني ديتيلز، ملاني ناس، ملاني فواصل، ملاني هيك، ما بقدر اعمل عليها نون يونيفورم سامبلينج. بس الصوره اللي مثل هيك ممكن اعمل بالمناطق هاي مثلا، والمناطق اللي فيها التفاصيل مثل هنا مثلا، هنا هنا اللي عند الشخص محل وقوفه هيك، هاي بتحتاج لبكسلات صغيره. بس غير هالمناطق هاي الفراغ ممكن اعمل عليها بحيث اني أوفر ذاكرة تعبيرية. هيك أنا بكون أنهيت اللي هيك بكون أنهيت القسم اللي علي. راح أكمل معكم زميلتي خديجة هون. أوكي، هلا حكمل معاكم بالبيسك relationships. أول شيء لو ناخذ الديفينيشن، مثلا لو نعتبر إنه إحنا في عنا V هي range، هاي ال V للباينري إيمج هي بتكون عبارة عن 1، بس بالجراي سكيل إيمج هي بتكون عبارة عن أكثر من إليمنت، والفاليوز تبعتها بتكون من 0 ل 256. هلا هاي V بنستخدمها عشان نحدد النيبر للبيكسل. شو هم النيبر للبيكسل؟ هلا في احنا عنا ثلاث انواع، هي الفور نيبرز والايت نيبرز بتكون دياجونال نيبرز. هلا الفور نيبرز اللي هي مثلا لو احنا في عنا بيكسل بي الكوردينات تبعتها اكس واي، الفور نيبرز لها حيكون اللي فوقها واللي تحتها ويمينها ويسارها. لو نيجي ناخذ الكوردينات لهم حيكون x plus 1 y، x minus 1 y، وx y plus 1 وx y minus 1. الدياجونال نيبرز حيكون لهم على شكل دياجونال زي ما احنا شايفين هون، والكوردينات لهم حيكون x plus 1 y plus 1، x plus 1 y minus 1، x minus 1 y plus 1، x minus 1 y minus 1. الـ 8 neighbors حيكونوا both الـ 4 neighbor والـ diagonal neighbor مع بعض. كمان شيء الـ connectivity، الـ connectivity تمام هي كمان بتعتمد على الـ V اللي هو الـ range اللي أخذناه أول إشي. وفي عنا كمان ثلاث أنواع، الـ 4 connectivity والـ 8 connectivity والـ M connectivity. هلأ عشان نحكي إنه 2 pixel هم الـ 4 connectivity، لازم أول شيء يكونوا بنفس من الرينج اللي احنا حددناه ال V، ولازم يكونوا four neighbor. وناخذ مثال عليها مثلا هنا، مثلا زي ما قلت لكم بال binary image في عندنا حيكون ال V هو 1، فمثلا ال 1 هنا هي connected مع هاي البكسل هون. ليه؟ أول شيء لأنها four neighbor، ثاني إشي إنهم هم بنفس الرينج اللي هو 1. أما الـ 8 connectivity نحكي عن 2 pixel إنهم هم 8 connectivity إذا كانوا 8 neighbor وبنفس الوقت بنفس الرينج الـ V اللي هو زي مثال عليها هون، هاي من نفس الرينج تبع الـ V، وهي كمان 8 neighbors مع هاي البكسل. أما الـ unconnectivity، هلأ نحكي عن 2 pixels إنهم unconnectivity
إذا كانوا من نفس الرينج تبع V وبنفس الوقت يا إما for neighbor يا إما eight neighbor, بس بشرط إنه اليونيون تبع ال B وال Q يكون empty. يعني عشان أوضح لكم إياها هنا, مثلاً زي هون بالضبط. هلأ نيجي هون, هاي البكسل وهاي البكسل هم التنتين من نفس الرانج V, ولو نيجي نشوف هاي الفور نيبر لإلها, الفور نيبر لإلها الفور نيبر لإلها هم إيش؟ هاي وهاي وهاي, بس اليونيون مع هاي الفور نيبر, هاي الفور نيبر لإلها هي هاي وهاي. اليونيون لهاي الفور نيبر وهاي الفور نيبر هم هدول التنتين, هدول التنتين مو من نفس الرانج تبع الفي. بما انهم مو من نفس الرانج تبع الفي معناته البكسل هاي والبكسل هاي هم ان كونكتد. بنفس الوقت هاي البكسل مع هاي البكسل هم فور كونكتد وان كونكتد بنفس الوقت. اوكي, هلا نيجي للريجن. نحكي إذا في عنا subset of pixel من image, نحكي عنها, نحكي عنهم إنه region إذا كانوا كل, إذا كان هاي region كلها connected set. يعني مثال عليها مثلاً هاي عنا region RI, لو نيجي نشوف كل pixel فيها, مثلاً هاي البكسل أول شيء هي من ضمن ال V range, هي connected for connected من هون for connected من هون, نعتبرها connected. كمان هاي البكسل the same, هاي البكسل the same, هاي هاي أصلا مو من الرينج, وهاي the same وهاي the same, فبنعتبر هاي region كلها connected. معناته بنقدر نحكي لها إنه هاي region of image. هلا لو نيجي نعتبر إنه أنا عندي two region, بدي أحكي إذا هدول region adjacent أو never لبعض, حيكونوا adjacent أو never لبعض إذا كانوا union تبعهم connected. شو يعني؟ يعني مثال عليها هنا, هاي أول region هاي تاني region. مثلا هاي البكسل مع هاي البكسل هل هم connected أو لا؟ هلا هم اكيد كونكتد, حيكونوا ام كونكتد زي ما حكينا. الام كونكتد يا اما بكون فور نيبر يا اما بكون ايت نيبر. هون ايت نيبر, وكمان شرط من ايت نيبر انه لازم يكون اليونيون للفور نيبر لكل بكسل لهم امتي. هاي البكسل الاولى اليونيون للفور نيبر لها هي هاي مع هاي زيرو مو من ضمن الرينج, وذا سام فور هاي البكسل. كمان إشي بالريجنز, لو نيجي نحسب الباكي جراوند, الباكي جراوند والباكي جراوند بالعادة هي بتكون إيش؟ لو نيجي ناخد الكومبلمنت للريجن حيجي يطلع, حيجي يطلع عنا يعني الزيرو حتصير وان والوان حتصير زيرو. الباكي جراوند هي عبارة عن الوان في الكومبلمنت للريجن اللي هي هاي. اوكي, لو نيجي احنا نحسب الباوندري, الباوندري في عنا الانر الانر بوردر وفي عنا الاوتر بوردر. الانر بوردر حيكون بس وين اوكي, الانر بوردر للريجن بيكون عبارة عن الـ points اللي بتكون neighbor للـ background. يعني كيف؟ نيجي هنا لازم تكون at least one, يعني تكون neighbor at least one مع بكسل واحدة. يعني مثلا نيجي نشوف هنا هاي الـ background zeros, نيجي على نحدد الـ inner boundary. مثلا عندي الـ one, هل هي هاي من الانر باوندر ولا لا؟ الانر بوردر ولا لا؟ نيجي نشوف ال1 هل هي نيبر مع الباكي جراوند؟ يا هي نيبر مع ثلاثة بكسل من الباكي جراوند. للثانية هل هي
never مع الباك جراوند يا هي never مع 1 بيكسل وهاي مع 1 بيكسل وهاي مع 1 بيكسل وهاي مع 1 بيكسل وهاي مع 3 بيكسل وهاي مع 1 بيكسل مع 3 بيكسل نيجي نشوف هاي هاي حتكون هل هي من ضمن البوردر ولا لا يا حتكون من ضمن البوردر لا لأن هي نيبر 8 نيبرز مع 1 بيكسل من الباك جراوند بس ان فور ذس هلا زي ما هو مكتوب هنا انه الانر بوردر ممكن ما يكون كلوز باث يعني مو شرط يكون كلوز باث يعني زي هنا الانر بوردر ما كان كلوز باث بس الاوتر بوردر في عندنا كمان اوتر بوردر اللي هو بيكون البوردر في الباك جراوند هذا بيكون كلوز باث يعني الاوتر بوردر هنا عباره عن كلوز باث the same هون نيجي للادجيسنت نحكي عن البيكسل ان هي ادجيسنت لبيكسل ثانيه اذا كانت كونكتد نحكي عن تو ايمج لو كان في احنا عندنا سبست من ايمج اس 1 سبست من ايمج واس 2 سبست من ايمج معين انه الاس 1 واس 2 ار ادجيسنت اذا كان بيكسل من اس 1 اي بيكسل من اس 1 هو ادجيسنت لبيكسل ثاني من اس 2 عشان اوضحها اكثر في مثال هنا مثلا بقول لك انه في احنا عندنا هاي السبست الاولى اس 1 هاي اس 2 اوكي لو نيجي احنا نشوف نتفرج على اي بيكسل من هذولا مثلا تكون لازم تكون كمان من ضمن الرينج احنا حكينا بالباينري ال V حتكون 1 اوكي هلا هون في 1 فهاي ال 1 حتكون مع هاي ال 1 حتكون ام كونكتد و 8 كونكتد بنفس الوقت تمام؟ ليه؟ لأنه زي ما حكينا 8 connected إنه هي 8 neighbor بنفس الوقت من نفس الرينج فهي 8 connected هاي أول إشي وبنفس الوقت لو نيجي نشوف اليونيون لإلهم لل 4 connected حنلاقيه 0 so حتكون بنفس الوقت أم connected أوكي؟ ف اوبس هلا الكومبوننت ليبلينج انه هنستخدمها عشان نميز بين الاوبجكتس بالايمج زي انه احنا نعطي لكل اوبجكت يونيك نعطي لكل object unique label إنه label معين هون بعطيكم زي مثال عليها زي هاي الصورة أعطينا في عنا 3 object فأعطينا لأول object label 1 ولتاني object 2 وتالت object 3 كيف احنا نعطيه هاي الاشي يعني احنا هلا بالنظر عادي يعني نعطيه 1 2 3 بس الكمبيوتر كيف بعطيها اياه نشوف بالسلايد الثانية اول شيء حنعمل سكان الايمج left to right نبدا من left to right من top to bottom ثاني إشي منشوف البيكسل إذا كانت 1 منشوف الأبر والليفت نيبر لإلها إذا إلها ليبل إذا معطيها ليبل معناته بنعمل كوبي لهذا الليبل يعني نيجي هنا هاي الصورة
مثلا نيجي لهاي البكسل، تمام؟ هاي البكسل نعتبرها 1 واي شيء بنعتبره 0. هلا هون لانه 0 فخلص بنعملهم سكيب. نيجي لاول بكسل عندنا، اول بكسل الابر والليفت لها، هل معطيهم ليبل؟ لا، ما دام مو معطينهم ليبل معناته بنعطيهم احنا ليبل جديد ونعطيهم 1. ونيجي للبكسل اللي بعديها، البكسل اللي بعديها نشوف الابر والليفت لها، الليفت لها في له ليبل معناته بنعمل كوبي لهذا الليبل وبنمشي. هاي زيرو هنا، هاي في عندنا بكسل جديد، هاي البكسل هل معطيها الابر والليفت لها في له ليبل؟ لا، سو بنعطيها ليبل جديد 2. هاي البكسل الليفت لها 2، هاي البكسل ليفت لها 2. نيجي هنا هاي البكسل 0، هاي البكسل الابر لها حيكون 1، هاي البكسل الابر الابر او نيجي نلاحظ هنا هاي البكسل الابر والليفت لها both لهم ليبل. اوكي، ف لو نيجي نلاحظ هنا بس انه ما ححذف عشان حرجع لهم. لو نلاحظ هنا اذا الابر والليفت لهم both لهم same label معناته انا بعمل كوبي لهذا الليبل زي الحاله اللي عندنا هنا. بس في حالات بيكون الابر في له ليبل والليفت بيكون في له ليبل ثاني، يعني بيكون different label. هون وقتها بناخد الليبل للأبر، تمام؟ وبعديها منروح نحكي إنه الليبل اللي أخذناه هو نفسه، يعني بعطيكم عليها كمان شوي مثال عشان تفهموا أكتر، عشان توضح الصورة أكتر. So بما إنه هون اثنين إلهم same label فإحنا حنعمل فحنعمل كوبي للليبل نفسه اللي هو 1. هون نفس الإشي 2، هون نفس الإشي بما إنهم نفس الليبل 2. أوكي، نيجي هون أوبجكت جديد حنعطيه بما إنه الأبر والليفت لإله فحنعطيه كمان ليبل جديد the same ليبل جديد the same. اوكي، مثلا لو بدي اعطيكم مثال ثاني عشان اوضح لكم الصوره اكثر. مثلا كان عندي 0 0 0 لو هذا المثال ونيجي نطبق عليه اوكي نيجي نطبق عليه الخطوات الثانيه. هلا زيروز بما انه زيرو فبنعمل سكيب. نيجي لاول ون عندنا، أول 1 حنعطيها ليبل so فحنعطيها ليبل عماد اعمل ستوب.
اوكي ف زيروس كيف حنيجي عند اول 1؟ سو اول 1 بما انه الابر والليفت له ما له ليبل فحنعطيه ليبل جديد فحيكون ليبل 1 0 نعمل سكيب نيجي هنا ال1 الابر والليفت له ما لهم ليبل فحنعطيه ليبل جديد اللي هو 2 الليفت له فحيكون 2 نيجي هون ال1 هون ال1 لاحظوا بما انه الابر والليفت له ما في مو معطيهم ليبل فحنعطيه ليبل جديد سو حنعطيه 3 لما نيجي عند هذا ال1 حنشوف الابر والليفت له بما انه الابر والليفت له ديفرنس فحنعطيه الليبل للابر فهياخذ 1 ومنروح نحكي إنه الثلاثة هي equivalent للوان تمام؟ وبنكمل عاد so الوان هاي حتاخد 2 والوان هاي حتاخد 2 هلأ آخر إشي نيجي للإكوفلنت منشوف مناخد زي ما هم كاتبين هنا مناخد lowest level ما بينهم فحناخد ال1 هنيجي نعمل سكان مرة تانية وأي ليبل مرقم بالتلاتة أي بيكسل مرقم بالتلاتة هنيجي نحط بدالها 1 so هاي التلاتة هنحط بدالها 1 أوكي هلا السايز فلتر السايز فلتر بنستخدمه عشان نقدر نستخدم فيه الكومبوننت ليبل استخدمناها قبل شوي ونستخدمه عشان ريموف نويز بعد مرات يعني مثلا لو انا في عندي اوبجكت زي هذا الاوبجكت وبدي احسب عن طريق السايز فلتر بدي اشيل النويز فشو باجي بعمل باجي اول شيء بعطي لكل object عندي label وبعديها لكل object باجي بحسب الـ size لهذا الـ object وبكون أنا عندي threshold وبحكي مثلاً إذا كان الـ object هذا size تبعه أقل من الـ threshold أنا معطيه اللي هي t بحول البكسل له لزيروز سو لو نيجي نحسب هنا هدول النويز فبنلاقي انه السايز تبعونهم حيكون هنا 4 هنا 4 كمان هنا 1 3 1 2 3 4 5 6 6 فكلهم تقريبا اقل من 10 فلما اطبق السايز فلتر حتكون هاي الريزلتس عندي هلا بعد مرات لازم ننتبه انه اذا الثريشولد تبعنا كان قيمته كثير كبيره لدرجه انه ممكن يحذف لنا بعد مرات يعني اوبجكت مهمه يعني كثير زي هنا حذف لنا اوبجكت مو نويز يعني ما حذف لنا النويز حذف لنا اوبجكت فلازم ننتبه لما نيجي نختار الثريشولد او قيمه الثريشولد اخر موضوع حيكون عن الديستانس ميشرز في حناخد ثلاث أنواع عن الديستانس على أساس نقيس المسافة بين two pixels لو أنا عندي بيكسل B و Q coordinates لإلهم X و Y و S و T لو بدي أجي أحسب الديستانس لإلهم أول نوع هو الإكلوديان ديستانس وهي الديستانس المعروف اللي بنعرفها اللي بتكون عبارة عن جذر الفرق الـ X تربيع زائد فرق الـ Y تربيع زي ما هو موضح بالصورة تاني distance حتكون city block distance وهاي distance بتعتمد على يعني D4 distance على 4 neighbor
زي ما احنا ملاحظين هون مثلا هذا المثال لو مثلا نيجي نحسب الديستانس ل بين 0 و 2 مثلا انا ما بقدر اتحرك هيك على طول خطا ما بصير فلانه بيعتمد على الفور نيبر فانا مضطره اني اتحرك للابر then left فور نيبر لانه هاي فور نيبر معاها بعديها فور نيبر لهاي كمان التشيس بوردر كم تعتمد على ال 8 على ال 8 نيبر نحكي لها دي 8 ديستانس كمان نفس الشيء بتعتمد على ال 8 نيبر يعني سو لو انا بدي اجي احسب المسافه بين 0 و 2 فانا بقدر احسبها بطريقتين بما انه 8 نيبر فبقدر احكي هاي ستيب اولى هاي ستيب ثانيه او بقدر مثلا اجي احكي ستيب اولى ستيب ثاني ستيب ثالث ستيب رابعه بس احنا طبعا نختار ايش الديستنس الاقل وهي بتكون عباره عن الماكسيموم لل ناتج طرح الاكس اكسس وناتج طرح الواي اكسس بنختار الماكسيموم ما بينهم اما بال سيتي بلوك فحتكون مجموعهم ناتج طرح الاكس بوينت زائد الواي بوينت واخر اشي في عنا ال دي ام ديستانس زي ما احنا شايفين الدي ام ديستانس بتكون دي 4 ودي 8 نفس الوقت لو نشوف مثال عليها زي ما هم هون معطينا مثال لو البي والبي 2 والبي 4 1 value نيجي نحط 1 value بدالهم نيجي نكتبهم هون 1 و بي 1 حتكون 0 بي 3 حتكون 0 بي 2 حتكون 1 0 1 لو نيجي نحسب ال دي ام لإلهم فأنا بقدر حكينا إنه دي ام تعتمد كمان على ال نيجي نشوف هذا ال 1 أنا بقدر أجي هي حتكون ام كونكتد أو ام نيبر ام كونكتد بنفس الوقت بما انه هون اليونيون لهم 0 فانا بقدر اجي هاي ستيب 1 نيجي لهاي ال1 اذا كانت بما انه هون 0 اليونيون لهم حيكون 0 فانا بقدر امشي من هذا ال1 لهذا ال1 على طول فحيكون 2 ستيب بس مثلا لو كان بدل ال0 هون بدل هاي ال0 في 1 عندنا هون 1 so لو نرجع نعيد من أول وجديد ف so لو بدي أنا أجي أحسب الديستانس بين هاي البكسل وهاي البكسل فلو بدي أجي أتحرك بلاحظ إنه هون اليونيون لإلهم مو امتي مو زيرو يعني حيكون من ضمن الرينج سو انا ما بقدر اتحرك طوالي على طول هيك فانا حضطر اني اتحرك من هذا ال1 لهذا ال1 بعدها حضطر اتحرك من هذا ال1 لهذا ال1 the same لهذا ال1 the same من هذا ال1
هتكون تقريباً 1, 2, 3, 4 steps. وبكذا بكون خلصت. يعطيك ألف عافية خديجة. طبعاً في بس تعليقين صغار حب أضيفهم على حكيك. أول إشي، أول نوع من الديستانس حكته خديجة اللي هي اليوكليديان ديستانس، طبعاً هي أصح ديستانس فعلياً. إحنا من قانون الرياضيات اللي هي فرق المسافة بين النقطتين، هي قانونها فعلياً. بس ما تزال مشكلة عنا إحنا لما بنحكي فعلياً. طبعاً عمليات الضرب والطرح والقسمة هي عمليات سريعة جداً، بس لما إحنا نحكي عن صورة مثلاً فيها 10,000 بيكسل في 10,000 بيكسل، طبعاً هاي لسه صورة تعد عادية جداً. يعني لما نحكي صورة جوال تصوير 16 ميجا، يعني 4 مليون في 4 مليون، فإشي مثل 4,000 في 4,000، فتعد كبيرة جداً. 10,000 في 10,000 كمان رقم كبير. فلما بدنا نلف على كل بيكسل ونوجد، لنفرض أنا عندي برنامج معين بحسب الديستانس لنقطة معينة وأحسبها عن طريق اليوكليديان ديستانس اللي هو عبارة عن الجذر، هذا يعد مشكلة كبيرة، مكلف جداً، بالتالي برنامجنا راح يكون بطيء. فتم اعتماد فكرة الديستانس أوف أم كونكتيفيتي، كانت طريقة أحسن لحل هاي المشكلة. هيك خلصنا المحاضرة هاي. يعطيكم ألف عافية وشكراً كثير لكم. يعطيك ألف عافية خديجة.